أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الحرص على الاستمرار في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين ومواصلة الارتقاء بالقطاع الصحي بمختلف تخصصاته. جاء ذلك لدى افتتاح مؤتمر البحرين الثاني للطب النفسي بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة. بحضور علمي ومهني كبير انطلقت أعمال مؤتمر البحرين الثاني للطب النفسي ببرنامج حافل من الجلسات الحوارية والنقاشية العلمية والمتخصصة التي تناولت سبل تطوير وتعزيز الاهتمام بالطب النفسي الذي نظمته المستشفيات الحكومية وركز على الصلة الأساسية بين الصحة النفسية والجسدية. وهذا حقيقة دليل على نشاط المستشفى الأمراض النفسية وعلاقاته مع مختلف الجهات اللي لها علاقة بالمشكلة هذه مثل وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية، وهذه الحقيقة جهد مشترك من الجميع على أساس إبراز العمل النفسي من ناحية طبية ومن ناحية علاج الحالات اللي يعني منحرفة في بالنسبة لاستعمال المخدرات أو غيره، والحقيقة أن هذا شيء مجهود يعني جيد وسار لنا، وإن شاء الله يكون في استمرار وتقدم دائم في الموضوع. يأتي هذا المؤتمر كثمرة للعديد من الجهود، يشمل عدة محطات و12 محور وحلقة علمية تشمل العديد من الخبرات الوطنية وأيضا الخبرات الإقليمية والعالمية لإثراء المجتمع والإثراء المستفيدين من الخدمات وتبادل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة في إطار الصحة النفسية والسلامة العقلية. اهتمام كبير توليه مملكة البحرين لتعزيز المنظومة الصحية بشكل عام على اختلاف تخصصاتها، ومن أبرزها الطب النفسي الذي احتفى اليوم بما تحقق ويتحقق من تطور علمي ومهني كبير يشهده العاملون فيه استنادا إلى ما تحقق من منجزات كبيرة قدمتها الحكومة الموقرة سعيا للارتقاء بهذا المجال. تشرفنا اليوم في حضور مؤتمر الطب النفسي الثاني في مملكة البحرين. مملكة البحرين دائما يعني لا تألو جهدا في خدمة هذا القطاع الصحي المهم، كذلك وزارة الداخلية في كثير من المبادرات، مبادرات معا ومبادرات الإصلاح والتأهيل في مكافحة المخدرات، تأهيل النزلاء، فإن شاء الله تكون جهود مباركة إن شاء الله بمملكة البحرين في هذا المجال. المركز الطبي الجامعي مدينة الملك عبدالله الطبية شارك في هذا المؤتمر بعيادة مجهزة بالكامل للحالات العاجلة. ثيم المؤتمر هو العلاقة بين العقل والجسد، وخصوصا أن في هذه الأيام كثير من الأمراض الجسدية يصعب على الأطباء أنهم يعرفون الروتس مالها أو الجذور مالها، وتكون جذورها هي عقلية أو نفسية. لذلك هذا المؤتمر يغطي شيء مهم جدا ويربط العلاقة بين اللي هو المختصين النفسيين أو الاستشاريين النفسيين والأطباء بمختلف تخصصاتهم. فإحنا نحيي طبعا لجنة المؤتمر أنها اختارت هذه الفكرة. جلسات ومناقشات استفاضت بأدق تفاصيل علم النفس والعلاج النفسي وسبل تطوير أدوات التشخيص والعلاج، علاوة على أهمية ترسيخ الوعي المجتمعي من خلال نشر الوعي بأهمية هذا المجال الطبي وارتباطه الوثيق بمختلف المجالات الطبية الأخرى. موضوعات ونقاشات نوعية وعلمية متخصصة جدا في مجال الطب النفسي بحثها هذا المؤتمر بحضور نخب فكرية وعلمية من مختلف الدول التي أكدت على ما وصلت له مملكة البحرين اليوم من تقدم كبير في مجال الطب النفسي. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.